الممثلة خديجة، اسمها الحقيقي هو دنيا بوتازوت. ولدت سنة 1981 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. يبلغ عمرها حاليا 42 سنة. تزوجت سنة 2014 من وديع برادة، وتطلقت منه سنة 2015. الممثل مختار، اسمه الحقيقي هو سعيد بي. ولد سنة 1970 بمدينة عين تاوشتات بالمغرب. يبلغ عمره حاليا 53 سنة، وهو متزوج ولديه بنت اسمها شهد وولد اسمه شيدي. الممثلة سعاد، اسمها الحقيقي هو نفيسة بن شيدة. ولدت سنة 1975 بمدينة وجدة بالمغرب. يبلغ عمرها حاليا 48 سنة. تزوجت بعمر صغير، لكن لصغر عمرها لم يستمر الزواج طويلا. الممثلة نعمة، اسمها الحقيقي هو ماريا نديم. ولدت سنة 1995 بالمغرب. يبلغ عمرها حاليا 28 سنة. تزوجت سنة 2019 من كاظم شميس، وتطلقت منه سنة 2021. الممثل كريم، اسمه الحقيقي هو عزيز حطاب. ولد سنة 1975 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. يبلغ عمره حاليا 48 سنة. الحالة الاجتماعية متزوج. الممثل عبد الغفور، اسمه الحقيقي هو عزيز دداس. ولد سنة 1968 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. يبلغ عمره حاليا 55 سنة، وهو متزوج من فتاة من خارج الوسط الفني. الممثلة عفيف، اسمها الحقيقي هو سحر الصديقي. ولدت سنة 1987 بمدينة الرباط بالمغرب. يبلغ عمرها حاليا 36 سنة، وهي متزوجة من المخرج المغربي منصف مالزي. الممثلة فرح، اسمها الحقيقي هو فريدة بوعزوي. ولدت سنة 1988 بالمغرب. يبلغ عمرها حاليا 35 سنة. الحالة الاجتماعية غير متزوجة. الممثل طه، اسمه الحقيقي هو هشام بهلول. ولد سنة 1972 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. يبلغ عمره حاليا 51 سنة، وهو طليق الصيدلانية المغربية سمية. الممثلة بحرية،
اسمها الحقيقي هو خديجة علوش، ولدت سنة 1987 بالمغرب، يبلغ عمرها حاليا 36 سنة. الحالة الاجتماعية غير متزوجة. الممثلة رشيدة، اسمها الحقيقي هو زهيرة صديق، ولدت سنة 1963 بمدينة مراكش بالمغرب، يبلغ عمرها حاليا 60 سنة. الحالة الاجتماعية مطلقة. الممثل سليم، اسمه الحقيقي هو حمزة الفضلي، ولد سنة 1985 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، يبلغ عمره حاليا 38 سنة. الحالة الاجتماعية غير متزوج. الممثلة هيام لمسيسي، ولدت سنة 1988 بمدينة الزغنغان بالمغرب، يبلغ عمرها حاليا 35 سنة. الحالة الاجتماعية غير متزوجة. الممثل أيوب ميسيوي، ولد سنة 1990 بالمغرب، يبلغ عمره حاليا 33 سنة. الحالة الاجتماعية غير متزوج. الممثلة صوفيا شرف، ولدت سنة 1994 بمدينة المغرب، يبلغ عمرها حاليا 29 سنة. الحالة الاجتماعية غير متزوجة.